استاذ نور الدين، اشكرها على مهنيتها ومصداقيتها. نعم، شكرا لك، وانا اشكرك صراحه في حضورك المبكر للقناه. استاذ نوري، نور الدين، تم بحسب يعني المحكمه العسكريه تم بالسجن، الحكم عليك بالسجن لمده 10 سنوات، وانت رجل مدني وشاركت في هذه الحركه. ممكن تحدثنا ايش كان دورك في هذه الحركه، وكيف كان التواصل يعني، وما هي الاهداف الحقيقيه وراء هذه الحركه؟ لنبدأ بالأهداف. الأهداف كان الهدف هو تحرير ليبيا والمحافظة على وحدتها بأطيافها جميعا، سيادة دولة القانون، احترام حقوق الإنسان، إنهاء الطاغية وما أعمله من فساد للعباد والبلاد. هذا هو الهدف الذي من أجله انضممت إلى الحركة في يناير فبراير 93. نعم نعم. طيب ايش كان نعم نعم تفضل، ما هو دورك استاذ نور الدين في هذه الحركه يعني؟ انا كلفت بالاتي. كان الهدف او الغرض المحدد لي في العملية هو الآتي: أن أستقبل مجموعة من إخواننا الذين في الخارج والذين بهدلهم النظام ليقوم بدورهم في الدخول إلى ليبيا بمساعدة الحاج إبراهيم غيث الفرجاني الذي كان دوره إعداد وتزويد بجوازات السفر لإدخالهم عن طريق الحدود التونسية، وكان دوري أيضا إيواء هؤلاء المجموعة مع التأكيد على وضع الآلية الصحيحة لإلقاء القبض على أولئك المجرمين الذين ساهموا في تدعيم نظام الطاغية، والذي بقي إلى كما تعلم والعلم الجميع 42 سنة جاثمة على صدور الليبيين. نعم. هذا الدور الأول. نعم. النقطة الأخرى: تجنيد من يمكن أن أقوم وأثق فيه بتجنيده للانضمام للانتفاضة 93. كنت أتلقى التوجيهات كلها من إخوتي المرحومين معظمهم، وفي مقدمتهم العقيد مفتاح قروم، عقيد ركن مصطفى بالقاسم. كانت كل الاجتماعات في بيتي بحي الأندلس، كنت أستضيفهم دائما، خليل الجدك، رمضان اليهوري، ومجموعة أخرى من إخواننا من كافة أنحاء ليبيا الذين ربطتني بهم علاقة محبة ليبيا والوفاء لها والإخلاص وإنقاذها من براثن ذلك المجرم الذي أفسد البلاد والعباد. نعم. طيب لو تكلمنا وقمنا على نعم نعم تفضل، أكمل أستاذ نور الدين تفضل. قمت أيضا بتجديد بعض الإخوة، وللتاريخ والله على ما أقول شهيد أنني قمت بإبلاغ بعض الضباط في الجيش الليبي رغم أنني مدني، وأذكر منهم العقيد طبيب شريف فرحات، لم أعطي اسمه إلى الإخوة إلا احتفظت به عندي مع إلحاحهم على تجنيده للاسم منه. هذا للتاريخ، والعقيد شريف فرحات يعرف ذلك جيدا، وتكتم حين ألقي يعني القبض، تكتم على الموضوع كاملا، وكان على صلة بأهلي ومساعدتهم. أيضا العقيد عبد اللطيف ميلود والذي تم التحقيق معه أيضا، وهو من المجموعة التي قبلت
الانضمام إلى الثورة، وكنا حريصين على أن تكون الانتفاضة تشمل معظم أبناء ليبيا من شرقها إلى غربها ومن بحرها إلى صحرها إلى جنوبها. أيوة هذه هي الحقيقة. نعم أستاذ نور الدين. لو تكلمنا على قضية يعني مسألة الاعتقال ومسألة المحاكمة ومسألة حتى الإيذاء اللي ممكن تجاوز حتى الأقارب من الدرجة الأولى، يعني الإيذاء الكل يعلم وما يعلم الدور اللي كان يقوم به المجرم في صناعة الفتنة بين أبناء الشعب الواحد. الإيذاء وصل إلى كل أطراف عائلتي وذاق الويل منهم، وخصوصا أسرتي وأسرة أخي وصهري الوافي رحمه الله، والذي تم التنكيل بهم حتى أنهم لدي زوجة المرحوم أختي حرمت حتى من التعليم، البنات حرموا من التعليم وبجود، وحرموا من الزواج إلا بصعوبة. نعم. وحتى الفريضة الشرعية لم نتمكن من الحصول عليها لحل جميع كثير من القضايا وهي ضرورية. الحقيقة الفتنة التي أشعلها ما بين الناس وطلب من الأفراد والناس التبرئ والضغط عليهم وتهديم البيوت وانتهاك الأعراض، كل ذلك الأمر جعل الناس كلها تخشانا، وكثير من الأفراح حتى من كان يتردد على بيوتنا كان يتجنب المرور من أمام البيت. نعم. طيب أستاذ نور الدين، على ذكر ويكفي هذا ناهيك على ذكر عما كان يحدث داخل السجن. نعم. على ذكر الشهيد المرحوم الوافي مبيا، لو تكلمنا عليه يعني إيش كان دوره؟ نعم. وهو من المعلوم أنه يشتغل في الحقل الدبلوماسي يعني أو السلك الدبلوماسي، لم يكن عسكريا. ما هو دور الأستاذ رحمه الله الوافي مبيا، ومن قام بالتنكيل يعني وبإعدامه بهذه الطريقة يعني اللي فيها نوع من الشناعة والفظاعة؟ يعني الحقيقة الوافي رجل الدبلوماسي مخضرم، وهو صديق شخصي للدكتور محمد المقريف. أتاني في شهر مارس 93 المرحوم سعد مصباح والمرحوم العهوري رمضان وخليل الجدك، وطلبوا مني معلومات عن الوافي. كانوا يريون تجنيده وهم محتاجون له، لأنه هو يعتبر مخزن معلومات للنظام. الوافي رحمه الله كان وطنيا مخلصا صادقا يحب ليبيا أكثر من نفسه. الوافي رحمه الله جاءني مساء وسألني هل هؤلاء الضباط الذين يترددون على بيتك علاقة بك علاقة عمل أو علاقة إيه، وماذا يريدون وماذا يفعلون؟ لم أفصح له عن شيء غير أنه حاد الذكاء فهم من خلال الحوار معه أن هناك شيء يطبخ، ولا زلت أذكر ذلك اليوم. استأذنت الأخ سعد مصباح والمرحوم سعد مصباح أخينا العزيز والمرحوم رمضان وخليل، طلبوا مني سرعة تجديد الوافي. اعترض أحد الإخوة وقال لابد أن احنا نتواصل مع الدكتور المقريف، وكان هناك لقاء مع الدكتور المقريف في جنيف أذكر ذلك. طبعا هذا حصل بعد 4-5 شهور، كان في شهر 9/9/93 يوم 16 بالأحرى. كان هناك اجتماع ما بين مجموعة المعارضة في الخارج
ومجموعتنا في الداخل. وجاءني خليل الجدك بعد مروعه من سويسرا بجنيف وهو فرح ويقول لي يؤكد الدكتور المقريف على ضرورة تجديد الوافي. فخفت قليلا لأني اثنان يمشوا بالعائلة صعب. قلت لهم أنا لا أستطيع أن أبوح بالسر للوافي، وإذا رأيتم أنتم الضرورة عليكم بذلك. وبالفعل تقدم منه رمضان العهوري رحمهم الله جميعا وأبلغه وطار فرحا رحمه الله، ولم أخبر أي أحد حتى أن الدكتور الشريف فرحات جاءني ليسألني هل الوافي في الخط أم لا، فقلت له أبدا. وأيضا الوافي سألني هل الدكتور الشريف فرحات الدرسي في الخط، فقلت لا. وبذلك والحمد لله نجا الدكتور الشريف من عملية الوقوع معنا في الأسر. نعم، هذه هي الحقيقة. طيب الآن لو تكلمنا على ظروف يعني إعدام الشهيد الوافي مبيا، وكما نلاحظ الآن في الصور هناك للأسف حشد، وهناك بعض الرؤوس اللي قاموا بإعدام الشهيد، لو تكلمنا على تفاصيل هذه الأمور أستاذ نور الدين، وأنا أعلم بأنك في تلك الفترة كنت يعني موجود داخل السجن. يعني أنا سمعت مثل ما سمع الآخرون. نعم. لكني أذكر أنه في يوم 28 يوليو 99 كنا في حجرة واحدة تجمعنا أنا والمرحوم الوافي والأخ أحمد حفتر والأخ عليش أحمد حفتر محمد شعبان ومجموعتنا أحمد الدعيكي إدريس بوخمادة، وطرق الباب اثنان من فقط زبالية التعليق النظام يسألون عن الوافي. عفوا أستاذ نور الدين، الآن كما نرى في الصورة يتم للأسف إعدام الشهيد الوافي مبيا، وهناك بعض الأشخاص المعروفين اللي ممكن حتى بعض ضيوفنا سيذكر أسماء أولئك اللي ساهموا في إعدام الأستاذ الفاضل الوافي مبيا. كما نرى الآن للأسف حدث هذا الأمر كما هو الآن موجود ومصور في مدينة بني وليد، وتم على مرأى ومسمع حشود أو مجموعة من الناس اللي ممكن يعني من يسكن في تلك المدينة يعني يستطيع التعرف عليهم ويستطيع حتى مقاضاتهم بقانون العدالة الانتقالية. يعني طيب أكمل أستاذ نور الدين. بكل تأكيد ما أذكره أنه في صباح ذلك اليوم المشؤوم طرق باب الشلات عندنا اثنان من الزبانية المتحجرين الذين لا رحمة ولا في قلوبهم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. كان المرحوم الوافي قد صلى الفجر وكان يتحدث في نفس الليلة عن الجنة وعن النار وعن مرحب بالجنة جد الدنة رحمه الله. الله أكبر. فقمت حين طرق الباب وطلب من الوافي الخروج، اصطحبته إلى الحمام في نفس الحجرة المؤلمة وذكرت له ربما يكون خير، فقال لي لا يا نور الدين هؤلاء القوم لا يأتون بخير منذ 69 وهم مملؤون بالشر. أنا هذه نهايتي، أنا خارج ومرحب بجنة جددنا ولا أبالي. الله أكبر. فتألمت قليلا لكني لم أظهر لزملائي ذلك الموقف. كان أخي جمعة شرفيت يسألني والآخرون، ولكني عملت نفسي لا أريد أن أزعجهم أو أشعرهم بأن هناك أمر يعني سيحدث. وبالفعل كان التوقع للمرحوم ما حصل، رحمه فهو قتل غدرا ونسجت له قصص
قضية اليو تي اي وقضايا أخرى وجوسة وإلى آخره.